احتفل البحرينيون مساء أمس بليلة القرقعون في مختلف مناطق البلاد وأحيائها، وردد الأطفال بفرح وسرور أنشودة القرقعون ببساطة وعفوية. وكان قرقعون الفرجان بجماله وأجوائه التراثية الوجهة الأبرز لأهالي البحرين. التفاصيل مع خولة غرينيس في السياق التقرير التالي. في ليلة اكتمل فيها قمر منتصف الشهر المبارك، تمايل الأطفال طربا على كلمات تتردد على مسامعنا كل عام. إنها أنشودة القرقعون التي ينتظرها الكبار قبل الصغار ليعيشوا تفاصيلها بشغف ومودة. هذه الاحتفال يعني مو الأول، احنا كل سنة نحتفل هذه في قلالب هذا الاحتفال القرقعون. احتفال مو حق الكبار، هو احتفال حق الأطفال، هو نعطيهم نوع من الدافع أنهم يكملون مسيرتهم، يكملون شهر كامل. هو حق الأطفال، هو مو حق الكبار، ولكن أصبحت عندنا عادة إذا ما كان في قرقعون في رمضان نحس أن هناك نقص عندنا، ولكن احتفالنا وتمسك قلالي والمناطق الثانية بهذه العادة الشعبية هو استمرارية للآباء، وحولناها إلى الأبناء، ورايحين تحول من الأبناء إلى الجيل القادم. سابقاً كنا احنا نجهز، نأخذ الكورتين، نجهز قبلها بفترة، يعني رمضان كله هي قرقعون. قرقعون من فعاليات اللي الناس تذكرها من سنة لسنة، وشيء طيب إن التراث هاي ما نعدم، والله يجازي طبعاً الجمعية الخالدية الشبابية وقرب هالقلالي ما قصروا، لأن قاعد يحافظون على هالتراث، وإحنا نبين من كل المواطنين إن يحافظون على الشيء. إحنا طبعاً في جمعية الخالدية الشبابية حريصين سنوياً إن نقوم بهالفعالية، لأن قلالي منطقة طبعاً تحي التراث الفعاليات اللي فيها التراث الشعبي، وحتى لو ضفنا لها شيء من الوقت الحاضر فنبقى حريصين على هذه الموضوع طبعا سنويا. يجوبون الفرجان حاملين معهم أكياس ملونة، يطرقون الأبواب للحصول على القرقعون مرددين أنشودة من التراث القديم لا زالت تتردد على مسامعنا بأصواتهم البريئة في كل عام. أنا وأختي حين طالعين بروح نقرقع، وايد إحنا مستانسين لأن اليوم القرقعون. أنا اليوم مستانسة لأن اليوم بروح أقرقع. أنا سويت هاي الطبل بروحي، وأحب إن أدور يعني في الفرجان. دايما قرقعون في قلالي يكون غير، ندور على الناس يعطوني حلاوة. أنا وايد مستانسة إن إحنا قاعدين نهتم بعاداتنا وتقاليدنا، وأتمنى إن كل شعب البحرين مستانس. هاي أول مرة هاي قرقعون مال قلالي، فأنا وايد مستانسة في هالجاية وايد مستانس. أنا أحب أروح أطبل في طبلي، يعني طبعاً أنا سويته بنفسي، كان صعب. موروث شعبي تتناقله الأجيال جيلاً بعد جيل. ينطلقون بين أزقة الفرجان بابتسامة مشرقة تصحبها ذكرى لا تنسى جمعت ماضينا العريق بحاضرنا الجميل. احنا طبعا تعودنا كل سنة نطلع في قلالي حق نحيي الفن الشعبي اللي علموني أجدادنا بالأغاني الشعبية، يعني اللي تورثناها ونحاول ننقلها من جيل لجيل حق الأجيال. في هذه الليلة كل بيت في البحرين يفتح أبوابه ليستقبل الأطفال ويهديهم القرقعون على أنغام الطبول ورقصة الفريسة. ليلة القرقعون تمر علينا كلمح البصر، أبواب تطرق، فرجان تمتلئ، أطفال زاهين فرحين في ليلة بمشاعر الحب تمتلئ تزورنا بشكل سنوي. خولة الجرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.